الأمر اللي خلى عدد خفيف إلى معتدل الموت. بعد ما أكل وشرب. يشهد العالم تحولات واسعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام. الطريقة التي يتعامل من خلالها الأفراد مع هذه الوسائل تزيد التحديات التي تواجه المجتمع، وكيف تنعكس على التعليم والتعلم والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعلى السلم والاندماج الاجتماعي ونوعية حياة الأردنيين. منظور التربية الإعلامية والمعلوماتية يجيب على الكثير من أسئلة الإصلاح التعليمي والاقتصادي والثقافي في الأردن. كيف وبأي وسيلة تكون التربية الإعلامية والمعلوماتية أداة إصلاحية؟ حددت 3 وثائق إصلاحية أردنية أهم التحديات التي تواجه الأردن، وأبرزها الفجوات التالية: فجوة المشاركة الاقتصادية، فجوة المشاركة السياسية، فجوة الثقة العامة، فجوة نوعية الموارد البشرية، إصلاح النظام التعليمي. إن المنظور الذي يتعلم من خلاله الأفراد الطريقة الأفضل في التعامل مع مصادر المعلومات والأخبار ووسائل الاتصال ينعكس بشكل مباشر على نوعية المشاركة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية، أي الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وتزيد من قدرة المجتمع على رؤية خيارات سياسية أفضل واحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان، ما ينعكس في ازدهار الثقة العامة. لماذا التربية الإعلامية والمعلوماتية حاجة وضرورة أردنية؟ يشهد الأردن تنامياً كبيراً لاستخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام الجديدة. 70% خدمة الإنترنت في المنازل. وصل انتشار الهاتف الخلوي ل147%، وانتشار الهواتف الذكية ل66%، وعدد مستخدمي الفيسبوك ل4,200,000 مستخدم، و250,000 مستخدم على تويتر. كل 46 مواطن أردني تصلهم نسخة واحدة من صحيفة يومية. هناك 230 موقعاً إخبارياً مسجلاً، و215 موقعاً صحفياً متخصصاً، و41 محطة إذاعية، و45 محطة تلفزيونية. 44% منها أردنية، والبقية عربية وأجنبية تبث من الأردن. ما هو حجم الوقت الذي يقضيه الشباب الأردني ضمن التنشئة الاجتماعية التقليدية؟ 92% يقضون أقل من ساعة يومياً في الحديث مع الأصدقاء والزملاء. 70% يقضون من 15 دقيقة إلى نصف ساعة في الحديث مع الأم أو الأب. 72% يقضون أقل من نصف ساعة في الحديث مع الأشقاء. 33% يقضون أقل من 10 دقائق في الحديث مع الوالدين. أما الوقت الذي يقضيه الشباب الأردني في متابعة وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، 83% يقضون نحو ساعتين على الإنترنت، 89% يقضون نحو ساعتين على تطبيقات الهاتف الذكي، 82% يقضون نحو ساعتين إلى 3 ساعات في مشاهدة التلفزيون، 40% يقضون نحو ساعة في الاستماع إلى الموسيقى عبر الوسائط الرقمية. في المحصلة، لا تحتل العلاقات الاجتماعية في نطاق الأسرة والأصدقاء والزملاء إلا ما معدله نحو ساعتين مقابل 5 إلى 7 ساعات يقضيها الشباب يومياً في استهلاك وسائل الإعلام. ما هي الفرص التي تتيحها التربية الإعلامية والمعلوماتية في الحالة الأردنية؟ بمقدور إدخال التربية الإعلامية والمعلوماتية إلى نظم التعليم أن يوفر فرصاً واسعة للأردن في المجالات التالية: أولاً، تطوير التعليم بتحسين جودة المخرجات ونقل المعرفة بوسائط التكنولوجيا. استثمار الموارد الواسعة خلال العقدين الماضيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم يحقق الكثير، فاستخدام الحاسوب في مجال العمل هو الأدنى لدى الأردنيين ولا يتجاوز 20%. ثانياً، تحسين التوافق الاجتماعي. تعد التربية الإعلامية والمعلوماتية أداة ناجعة لتحسين فرص التوافق الاجتماعي والتنوع. وعلى الرغم أن الدولة الأردنية استطاعت هضم هذا التنوع وإعادة إنتاجه، إلا أن الأردن لا يزال يحتاج إلى تلافي فجوات برزت أكثر مع اندماج الأردنيين بتكنولوجيا الاتصال. ثالثاً،
سد فجوة المشاركة السياسية والاقتصادية. تحدد التربية الإعلامية والمعلوماتية طريقة تنشئة أجيال أكثر استعداداً للمشاركة الإيجابية. يعاني الأردن من أزمة مشاركة يثبتها ضعف المشاركة في انتخابات المجلس 18 وضعف المشاركة في الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. وتبدو فجوة النوع الاجتماعي في تدني مشاركة المرأة في سوق العمل التي لا تتجاوز 14% مقابل 30% عربياً و50% عالمياً. رابعاً، ترشيد الثقافة المجتمعية في مواجهة التطرف والكراهية. تحولت وسائل الإعلام الجديدة إلى منصات فاعلة لنشر التطرف وخطاب الكراهية بفعل الصراع السياسي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وأصبحت هذه الوسائل مصيدة لاصطياد الشباب من قبل التنظيمات الإرهابية. التربية الإعلامية والمعلوماتية تسهم في تطوير قدرات الأفراد على تقييم الرسائل الإعلامية وفحصها ومن ثم قبولها أو رفضها، مما يحصن الشباب ويكشف التضليل والزيف. خامساً، تمكين المجتمع من الفرصة السكانية. ويقصد بالفرصة السكانية التغير الديمغرافي لصالح الشباب وتحول قاعدة السكان من الأطفال المعالين إلى الشباب المنتجين. ونحو 69% من المجتمع الأردني شباب أقل من 29 سنة، وهم من أجيال الإنترنت، مما يحدد إلى حد كبير طرق تفكيرهم. التربية الإعلامية والمعلوماتية فرصة كبيرة لمستقبل الأردن.